السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فشكر الله تبارك وتعالى لخطيبنا هذه الخطبة النافعة في موضوع الدعاء، ولا شك أن الأمور المتعلقة بالدعاء كثيرة جدا ولا يمكن حصرها في خطبة واحدة إلا إذا كانت يعني طويلة، فأتى على أهم الأشياء في الدعاء، فأسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به وبما قال. وأضيف على ما ذكر آدابا في الدعاء يغفل عنها بعضنا، فمن هذه الآداب حضور القلب، أن الإنسان يحضر قلبه معه إذا دعا. لا يقبل الله دعاء من قلب لاهن، وإنما يحضر قلبه بدعائه مع دعائه. فبعض الناس يدعو ويلتفت ويطالع وكذا، فكأنها كلمات تتردد على لسانه، لو سألته بعدك ماذا قلت لا يذكر، أو أنها جمل يحفظها ولا يعي معانيها حين يقولها. فلا بد أن يحضر القلب في أثناء الدعاء. كذلك يحرص الإنسان في دعائه على الانتقاء، أن ينتقي الكلمات الطيبات، ويحرص على أدعية النبي صلى الله عليه وسلم أو ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى من الدعاء، يحرص على هذه الأدعية التي جاءت في القرآن أو جاءت في السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم. فلا شك أن الأدعية التي كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أفضل الكلام، ولكن لا شك أن لكل منا حاجة في نفسه تختلف فيدعو بها. ولذا نتنبه إلى أن الدعاء قسمان، دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء العبادة هذا الذي نلتزم به بما كان يرد في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما دعاء المسألة فهذه الأمور تختلف من شخص إلى آخر، كل واحد حسب حاجاته، هذا يريد زوجة وتلك تريد زوجا، وهذا يريد مالا وذاك يريد قضاء دين، وثالث يريد نجاحا، ورابع يريد توفيقا في عمل، وغير ذلك من الأمور. فهذا كل واحد يدعو بما شاء، ولكن لا ننسى أبدا أن هناك شيء اسمه دعاء العبادة. الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسماه عبادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة. فدعاء العبادة يحرص فيه الإنسان قدر ما يستطيع أن ينتقي الأدعية الواردة في القرآن أو الواردة في سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من الآداب في الدعاء أن الإنسان يدعو لوالديه، لا ينسى والديه في الدعاء، رب اغفر لي ولوالدي، يكثر من الدعاء لوالديه، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يدعو لأولاده خاصة الآن، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أصلح لي في ذريتي. هذه الأدعية مهمة جدا. بعض الناس يبذل الأسباب في صلاح الأولاد، يهيئ لهم الرفقة الصالحة، يتابعهم في دراستهم، يتابعهم في صلاتهم، ينصحهم بين فترة أخرى، لكن ينسى أن يدعو لهم. الدعاء أن يسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظهم، أن يسددهم، أن يوفقهم، أن يهدي قلوبهم، وغير ذلك مما يحتاجه الأولاد من أنواع الدعاء. كذلك
من آداب الدعاء أن الإنسان إذا دعا يرفع يديه في الدعاء، وهذه سنة متفق عليها بين أهل العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكر في الخطبة، وذكر النبي الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء. رفع اليدين سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع يديه صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى يعني يستحي إذا رفع العبد يديه أن يردهما صفرا. وكذلك جاء في الحديث إذا سألتم الله فاسألوه ببطون أكفكم ولا تسألوه بظهورها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فاسألوه بكفكم كان يرفع يديه يدعو الله تبارك وتعالى. هذه من الآداب. وكذا من الآداب أن الإنسان يحرص على أن يكون على وضوء وهو يدعو، لأنها ذكر لله تبارك وتعالى، ويفضل في الذكر أن الإنسان يكون على طهارة على وضوء. فإذا أراد أن يتوضأ، جاء النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثم رفع يديه إلى السماء ودعا صلوات ربي وسلامه عليه. فمن السنة الإنسان يتوضأ قبل أن يدعو، لكن لو دعا بغير وضوء الدعاء صحيح، لكن القصد أنه إذا أمكنه أن يتوضأ حيث أنه يذكر الله تبارك وتعالى طهارة فهذا أولى وأولى. كذلك إنسان إذا دعا يستقبل القبلة قدر ما يستطيع كذلك، وليس من شرط الدعاء استقبال القبلة لكن من مستحبات الدعاء. وكما ذكر شيخنا الآن في بدر لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه تبارك وتعالى وكاد رداؤه يسقط من كتفيه صلوات ربي وسلامه، كان قد استقبل القبلة كما في الحديث، فاستقبل القبلة ورفع يديه صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا دعا يستقبل القبلة في دعائه. وكذلك في الدعاء الإنسان يكرر يلح يكرر، إن الله يحب العبد الملحاح، يعني إنسان يكرر الدعاء مرة ومرتين وثلاث وأربع، فإن من أكثر من الطرق يوشك أن يفتح له. فيكثر الإنسان من الدعاء مرة ومرتين وثلاث، ولا يستعجل في الإجابة كما ذكر شيخنا حفظه الله تبارك وتعالى. فهذه بعض الآداب التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم في دعائه. وأما الموضوع الذي يعني أردت أن يكون مقدمة لهذا اللقاء الذي أسأل الله تبارك وتعالى يجعله مباركا علينا جميعا، ألا وهو ما كثر اليوم في كثير من المساجد الحقيقة، وهي وضع الكراسي للصلاة. فلا شك أن الإنسان غير مطالب بأنه يعذب نفسه بحيث أنه إذا كان محتاجا للكرسي نقول له تصلي على الأرض وإن كنت محتاج للكرسي، لا هذا غير مطلوب أبدا، بل هذا الدين دين يسر، وما شاد أحد الدين إلا غلبه، دين يسر الله الحمد والمنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما، فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب، فالأمر يسير الله الحمد والمنة. ولكن الآن تطورت الأمور زيادة، فقد دخلت مسجدا قبل أيام الكراسي تكاد تقول أكثر من المصاحف، الصف الأول كله كراسي، لا يعقل هذا أبدا، لا يمكن أن يكون هذا الأمر كذلك، أن كل الصف الأول كراسي، يعني لا يصلح هذا. يعني شيبان الله يرحمهم ويحفظ الباقين منهم طول عمرهم يصلون على الأرض والأمور طيبة جدا، يعني فما في داعي للإكثار، خاصة الآن بعض المساجد صار فيها غنفات كنبات الناس تصلي، يعني ما كأنه مسجد، يعني بولغ كثيرا في هذا الأمر، حتى إن بعض الناس يصلي بالصف الثاني والصف الأول في مكان لكن كله كراسي، والبعض يظن هذه الكراسي محجوزة أو لأماكن لأناس فيصلي بالصف الثاني بحكم أنه وجود الكراسي. إذا جئت المسجد احرص على الصف الأول، حتى لو في كراسي وخر الكراسي، واللي يبي الصف الأول يأتي مبكرا. ما في شيء اسمه حجز مكان، وأن هذا الكرسي الفلان متى ما جاي يصلي فيه، أحيانا يتم الصف الأول وتقام الصلاة وفي مكان فاضي لأن كرسي فلان ينتظرونه يأتي، وهذا خطأ، بل الذي يأتي أبكر هو أحق بهذا المكان، يرجع الكرسي ويصلي بالصف الثاني أو غير ذلك. لكن احرص على الصف الأول حتى لو في كراسي وخرها، ما في شيء اسمه هذا كرسي فلان ومكان فلان أبدا. التحجير في المسجد ممنوع،
الصف الأول لمن تقدم، لمن جاء مبكرا هو أحق بالصف الأول فيأتي يصلي بالصف الأول، من كان محتاجا للكرسي يصلي على الكرسي، من كان غير محتاج للكرسي يصلي على الأرض، إلا النافلة، فالنافلة يجوز فيها والأمر فيها سهل، الله الحمد والمنة. وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا كان يعني غير معذور، أما إذا كان معذورا فقد ذكر بعض أهل العلم أن صلاة القاعد كصلاة القائم إذا كان معذورا لا يستطيع القيام. فالقصد أن لا نبالغ كثيرا في قضية الكراسي، المحتاج للكرسي صلي على الكرسي أو يجلس على الكرسي ما في مانع، لك لا يكون الصف الأول كله كراسي، لا تكون هناك غنفات في المساجد وتحول كأنها يعني صالة محاضرات أو ما شابه ذلك من الأمور، هذا لا ينبغي أبدا، بل يجب أن تكون المساجد كما هي مساجد. ثم كذلك التنبيه على قضية، وهي أن بعض الكراسي أو المطارح اللي تكون في المسجد ما يستند إليه الناس تكون أحيانا بظهرها مصاحف أو داخلها مصاحف، واحد يجي يقعد فوق المكان وتحتها مصاحف والعياذ بالله، أو أحيانا يكون في ظهر المجلس مصحف، واحد معطي ظهر المصحف شكلها بايخ جدا، أبدا لا يصلح هذا، الإنسان يعطي المصحف ظهره. وبعض الناس يأتي يتسنى يصلي السنة فيتقدم بالصف الأول ويعطي المصحف ظهره، يعني بينه وبين يمكن شبر أو أقل ويصلي، وهذا أيضا ينبغي أن يكون هناك أدب مع المصحف، مع كلام الله تبارك، مع كتاب الله جل وعلا، ما نعطي المصحف ظهرنا، أو إذا سجد رجلة على المصحف أو حتى بالصف الأول يكون ماد رجلة على المصاحف، ينبغي الإنسان يعظم هذه الشعائر، وهذا لا شك كلام الله تبارك وتعالى، ينبغي تعظيم هذه الشعيرة المصحف الكريم، إذا كان الإنسان لا يمسه إلا على طهارة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، فنعظم كتاب الله تبارك وتعالى في قلوبنا، نسأل الله تبارك وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح العمل، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.